قبل ما نوقع البروتوكول مع جامعة MSA احنا اوريدي كنا بقالنا كذا سنة بيجينا طلبة من الجامعة، وكنا بنشهد طبعا للجامعة كل التقدير في الطلبة اللي احنا بنستعين بيهم as experience wise for education. شايفين ان طلبة MSA من الطلبة المميزين، ونشهد للجامعة طبعا قبل الطلبة ان هي مدية education كويس، ونتمنى دايما يبقى في تعاون ما بيننا وما بين جامعة MSA. شركة المراكبي شركة كبيرة من الشركات اللي احنا نفتخر بنتعامل معها، احنا تعاملنا معها قبل كده، بعتنا طلبة والطلبة يعني ان شاء الله تكون هم ادوا ساتيسفاكشن للشركة والشركة ادت ساتيسفاكشن للطلبة. دلوقتي احنا بنطور العلاقة ما بيننا وما بينهم ببروتوكول مهم جدا، بيدي فرص اكتر للطلبة، بيدي فرص اكتر للتعاون ما بين الشركة وما بين الكلية في الديفلوبمنت بتاعت الكلية والديفلوبمنت للشركة. احنا سعداء جدا بالتعاون ده مع شركة كبيرة زي شركة المراكبي، هيكون ليها امباكت كويس جدا على الكلية من ناحية المستوى للطلبة ومساعدة الطلبة على انهم يعملوا ديفلوبمنت لنفسهم، وكمان هيكون ليهم امباكت على تطوير المناهج عندنا بإضافة آرائهم الى ما نعمله، فده يساعد اكتر على ان الكلية تطلع خريج يعني اكثر تفاعلا مع سوق العمل.